يعني طبعا المجتمع المصري المجتمع المدني فيه له تاريخ طويل، له تاريخ قديم من القرن 19، وبالتالي احنا عندنا خبرة في تكوين جماعات الضغط. لكن المهم انه مصر كانت بتحكم في ظل نظام سلطوي، هذا النظام السلطوي لا يعطي الفرصة لمنظمات المجتمع المدني انها تنشط بحرية، وعلى هذا الاساس هنجد انه ما كانش فيه قدرة لهم على ان هم يحققوا المطلوب بكفاءة او بسرعة. النهاردة مصر بتنتقل من وضع استبدادي سلطوي الى نظام ديمقراطي، يعني كل ما تقدمنا خطوات على طريق الديمقراطية كلما امكن لهذه الجماعات ان تمارس دورها وتأثيرها. هي جماعة الضغط مهمتها ايه؟ مهمتها انها تكون رأي عام ضاغط من اجل الوصول الى هدف محدد. احنا عندنا النهاردة تطور في وسائل الاتصال ووسائل المواصلات والقدرة على التعبير عن الاراء وحرية الرأي، كل ده كلما تطور المجتمع في الاتجاه الديمقراطي كلما كان قدرتها على التأثير اكتر بكثير. حضرتك ذكرت برضه في كلمتك ان قدمت طلب لرئيس الجمهوريه بالافراج عن الاطفال والطلبه المعتقلين والمسجونين وما الى ذلك، هل في اليه لتنفيذ هذا الامر ولا لا؟ مفيش اليه، احنا عرضنا الظروف الصعبه اللي بيمر بها هؤلاء الاطفال والسجون الغير مؤهله لانها تتعامل معاهم بما يحفظ مستقبلهم وبما يحفظ حقوقهم، وبالتالي احنا طالبين الافراج عنهم بضمان محل اقامتهم وبتعهدات من اولياء امورهم ان هم يعني لا يشاركوا مره اخرى في اعمال. لا، في فرق بين حاجتين، ان في طفل اتمسك من الشارع قبض عشوائي معليش ادله كافيه، واحنا بنناشد وزاره الداخليه والنيابه العامه انهم يتضافروا معا من اجل اخراج هؤلاء الشباب اللي ما فيش ادله كافيه عليهم. اما اللي ضبط متلبسا مثلا بانه هو معاه ازازه مولوتوف حرق بها عربيه او عمل كده، فده هيحاكم ويحاسب، بس يقعد في بيته ويبقى في تعهد على ولي امر ويروح المحكمه في الوقت المناسب. كتير من بدايه مصابه يناير تم الحكم عليهم في قضايا محاكم عسكريه او ما ذلك ويدخلوا في السجون، اعتقد ان محدش افتكرهم في الفتره دي يعني. لا 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 لا، في جمعيات عامله في هذا المجال وفي هيئات عامله في هذا المجال. المشكله ان المجتمع المصري بيمر بظرف عصيب وان في توتر شديد وفي اعمال عنف واعمال ارهابيه يعني شغلت الناس بكده، لكن في الاخر هذه القضايا ما زالت يعني مطروحه للنقاش، ما زالت مطروحه لايجاد حلول لها. وفي النهاية المجتمع المصري أنا في رأيي الثورة اللي بدأت 25 يناير لن تهدأ وتستقر إلا ببناء نظام ديمقراطي حقيقي يتمتع فيه الإنسان المصري بكل حقوقه كاملة. النهارده تم توزيع ورقة في إحدى منظمات مبادرة إبدع بتطلب مراقبة أماكن الاحتجاز اللي هي غير السجون زي معسكرات الأمن المركزي أو ما إلى ذلك. هل في إمكانية لذلك بحيث أن تتوافق المعايير والشروط اللازمة لأماكن الاحتجاز؟ أنا مبادرة إبدأ لما جابت لنا الورقة بتاعتها احنا طلبنا على طول زيارة معسكر الامن المركزي في الزقازيق اللي هي اشارت الى ان الطلبة بيحتاجوا فيه. لكن المشكلة ان وزارة الداخلية قالت لنا ما فيش معسكر امن مركزي في الزقازيق، فانا طلبت المديرة المبادرة وقلت لها شوفي لي اسم المعسكر ايه بالظبط اللي انت بتتكلمي عنه لانه هو مش معسكر امن مركزي. احنا بعتنا لرئيس الجمهورية رسالة واضحة واصدرنا بيانات قبل كده لما بعثة المجلس زارت سجن ابو زعبل وتلقت شكاوي هناك، اتكلمنا عن سوء اماكن الاحتجاز، عن ازدحام الزنازين، عن الناس بتنام على الارض، عن ان في ناس تعرضوا للضرب.